السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمع. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. هل هنلاقي حد في أو عقوبات ستصدر على جمهور نادي الإسماعيلي في مباراة الداخلية اللي اتلعبت بالأمس؟ جمهور نادي الإسماعيلي في المدرجات بعد فوز نادي الإسماعيلي بهدف على الداخلية سب صالح سليم وسب جمهور النادي الاهلي بالكامل. هل هنلاقي احنا عندناش حد بيطلع يردح زي السمسار اللي طلع وطلع مع واد زباله كده قال جمهور عيال جمهور النادي الاهلي؟ بعدها على طول بعد 12 ساعه رابطه الانديه كانت وقفت جمهور النادي الاهلي منعتهم من حضور باقي المباريات الدوري. حلو، النهارده النادي الاهلي مش طرف في المباراه، جمهور الاسماعيلي بيتجاوز، هنلاقي ناس عاقلين مش احنا طالعين نردح تاني ولا عندنا حد بيردح؟ ولا لازم اخد حقي عشان اخد حقي واحد يطلع زي السمسار من واحد من النادي الاهلي يطلع يردح زي السمسار ها تاني ويطلع بعد اللي حصل والمصر كلها سمعته امبارح، حد يطلع يقول لك الناس اللي بتتمنى هبوط الاسماعيلي بيتمنوا دول ناس مريضه، ويطلع السمسار يقول لك انت عاوز تموتني ليه؟ انت عاوز انت بتكرهني ليه؟ اللي انت عملته ده حب؟ انا مش فاهم. بالنسبه للنادي الاهلي بيتوصل لاتفاق مع الاسباني فرناندو مونورو مونوز مونوز لتولي تدريب فريق الكره الطائره رجال بعد رحيل ميدو مصلحي. النادي الاهلي باذن الله نتمنى المدير الفني الاسباني كل التوفيق. ميدو رئيس اللجنه الفنيه بنادي الزمالك والمؤثر كثيرا في قرارات مرتضى منصور او طالع علينا في البرنامج اللي بيقدمه علشان يبان امام الاهلاويه انه قلبه على النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وعنده روح رياضيه، وهو الوحيد اللي بيقنع مرتضى منصور وامير. لو قال لهم اعملوا ممر شرفي مرتضى منصور يعمل ممر شرفي، لكن مين طالب يقول لك اتمنى ان يقف الزمالك ممر شرفي للاهلي، وذلك احتراما وتقديرا لما قام به الاهلي هذا الموسم. كلام جميل لكن على ارض الواقع اوعى ممر شرفي. انت عارف يا ميدو بتقول ان اسوريو انت بتقعد معاه واقنعت مرتضى والصفقات اقنعت بيها امير ومرتضى، مش هتعرف تقنعهم لو ليك مزاج، لكن انا اطلع الاعلام حاجه. مرتضى منصور رفض القصه، قال لك لن نقيم ممر شرفي. تصريحات لمرتضى منصور لن نقيم ممر شرفي، ازاي اعمل ممر شرفي لنادي كل يوم رئيسه بيرفع شكوى ضدنا؟ انت مالك لما انت كل يوم تطلع تهاجم رئيسه؟ ايه علاقه ده بده؟ ده نادي رياضي مش ملكك، والنادي الاهلي مش ملك الخطيب يا اللي بتتكلم وتقول عايزين ننبذ التعصب. ولكن سيد عبد الحفيظ وحش ما رضيش يمر من الممر الشرفي يا اعلام. قال لك مرتضى منصور الكلام، قال لك كل اللي هيعوز المدرب هنجيبه فيما يخص صفقات نادي الزمالك، في حين ان خالد الغندور قال لك هي صفقه واحده اللي طلبها المدير الفني، بس احنا هنجيب اكتر من صفقه. ده كلام خالد الغندور. واتكلم عن اللاعب امام عاشور، قال ازاي ابيع امام عاشور ب 3 مليون دولار واشتريه ب 5 مليون دولار؟ برضو كذب على جماهير نادي، هو نادي مثل ما طلبش 5 مليون دولار، لكن بما انه ما حاولش اساسا وما فيش معاه فلوس اساسا عشان يدفع غرامه بتاعه شيكابالا، مش عارف يدفع غرامه شيكابالا هيجيب امام عاشور، فبيقول لك بقى ايه خبط في امام وقول للجمهور ان المبلغ كبير، فطلع كمان بيهاجم امام عاشور بقول لامام عاشور كفايه افلام ودغدغه مشاعر الجماهير ولا يشغل بالي امام عاشور هيلعب فين وهيروح فين. اما فيما يخص ايقاف قيد نادي الزمالك قالك ده امر متوقع، ده الطبيعي، انا قلت ان في خراب ان الزمالك هيخرب. احنا عندنا 2 مليون دولار محجوز عليهم وبنحاول حاليا تجميع الغرامه علشان النادي ما يتوقفش القيد بتاعه. الاستاذ مرتضى منصور وميدو كان قال لك الاستاذ مرتضى مع اتحاد الكره عملوا بروتوكول رائع يفتحوا حساب عشان يتحول عليه. البروتوكول راح فين والحساب فين؟ طب طالما عندك حساب مشترك مع اتحاد الكره ما بتحولش وفلوس مثل دي اتحولت عليه وعلى حساب الرابطه وما دخلتش على حساب نادي الزمالك، ما دفعتش ليه من فلوس امام عاشور يعني؟ ده بالنسبه لمصدر من اتحاد الكره المصري بيتكلم يقول ان اتحاد او الرابطه، مصدر من رابطه الدوري المصري بيقول بنفكر ان احنا نسلم النادي الاهلي الدرع في مباراه الزمالك او بعد مباراه
الزمالك. اما فيما يخص الممر الشرفي ده امر يخص نادي الزمالك، دي حقيقه، ده موضوع بتاع نادي الزمالك، محدش يقدر يجبر نادي الزمالك عليه يعني. لكن الممر الشرفي اتمنى النادي الاهلي يضغط في هذا الملف ويتكلم في هذا الملف بجديه، علشان ده هيكون دافع كبير لاعيبه النادي الاهلي. مش معقول يكون انا هتسلم الدوري واثر او لا قدر الله اخسر وبعد كده احتفل بالدوري، تعمل ازاي؟ لازم الدرع موجود عشان احتفل، هيخلي اللعيبه عندها اصرار تطلع كل اللي عندها، وباذن الله نفوز فوز مريح باذن رب العالمين. كابتن حلمي طولان ونادي سيراميكا، فيما يخص لاعبي النادي الاهلي اللاعب صلاح محسن، واعاره بنيه البيع لنادي سيراميكا، لكن نسبه كبيره زي ما قلت لحضراتكم هيرجع للنادي الاهلي بقرار من مارسيل كولر حتى الان. وكمان النادي الاهلي كان عايز اللاعب محمد شكري الباك الشمال لنادي سيراميكا، هو لاعب النادي الاهلي يعني، راح من ضمن الصفقات هو صلاح محسن صفقه، هو واحمد ياسر ريان صفقه، شادي حسين وصفقه محمد سعد ميسي. لكن صلاح هيرجع النادي الاهلي بيفكر يرجع محمد شكري علشان يكون بديل لعلي معلول، لكن هيدفع مبلغ مادي 7 أو 8 مليون. لكن حلمي طولان متمسك باللاعب يعني، قال لك لاعب انا ببني عليه خطتي ولاعب من العناصر الاساسيه في الفريق، فصعب انه يفرط في محمد شكري، لكن هنشوف الايام المقبله ايه اللي هيحصل فيها. وبعد مباراه الزمالك بنسبه كبيره ممكن النادي الاهلي يعلن عن صفقه امام عاشور، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يخلص صفقه مصطفى فتحي بالمره باذن رب العالمين. عبد الشافي صادق موهوم، عبد الشافي صادق يعني بسبب بيب جوارديولا، رغم انه سئل في احد المؤتمرات بعد مباراه نادي الزمالك فيما يخص هل هتوجه الدعوه لبيب جوارديولا لزياره نادي الزمالك لانه صديقك او كنت شغال معاه في يوم من الايام، قال لك بيب جوارديولا جاي في اجازه يعني، جاي يستمتع هو واسرته، مش جاي يتفرج على كرة ولا جاي لا دعوه، لا سيبه هو يستمتع بالاجواء في مصر. لكن عبد الشافي صادق قال لك ايه، كل الصعايده قاموا بالتصوير مع بيب جوارديولا وسالوه عن الزمالك. يا سلام، يعني الصعايده كلهم زملكاويه، مفيش حد في الصعيد اهلاوي؟ يا راجل يا طيب، ده احنا رحنا لعبنا في اسوان زي ما انت رحت لعبت في اسوان، اسوان كلها كانت بتشجع النادي الاهلي، كل الصعايده سالوه عن الزمالك، وجوارديولا رد عليهم وقال لهم لو هدرب مصر لازم استشير صديقي وسوريو. يا سلام، كان طاير من الفرحه علشان بيب جوارديولا قال على مدرب الزمالك صديقي وسوريو. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول، ربنا كريم، ربنا مش مصدق نفسه. بالنسبه لمليكا لاعبه الطائره البرازيليه اللي كان زي ما قلت لحضراتكم كان في مصادر من داخل النادي الاهلي انهم حصلوا على توقيع اللاعبه، نادي الزمالك حس بصدمه في هذا الامر، وبدا يظهر بعض المستندات او الاوراق الله اعلم مدى صحتها فيما يخص ان اللاعبه استلمت مقدم تعاقد للموسم الجديد من نادي زي الكلام ده قلته لحضراتكم يعني، بعد ما قلت خبر تعاقدها مع النادي الاهلي واقترابها من تعاقد مع النادي الاهلي، وقلت الكف ومش الكف، قلت ان نادي الزمالك بيحاول يغريها، قال تعالى ادفع لك مستحقاتك المتاخره واديك جزء من العقد الجديد، علشان القصه مش قصه احتياج على قدر ما هي قصه نتلافى الالم الثاني ولا الثالث ولا الرابع بتاع الابلب يعني. بالنسبه للنادي الاهلي وتصميم تيشيرت النادي الاهلي الجديد، في تسريب كده لتيشيرت النادي الاهلي لم يكتمل يعني، لكن في تسريب بيتكلم على ان النادي التسريب الخاص بتيشيرت الجديد للنادي الاهلي بيرجع طبعا كلمه الاهلي نادي القرن بعد الازمه اللي حصلت وغضب الجماهير النسخه او الموسم الماضي بان كلمه نادي القرن ما كانتش ضمن شعار النادي الاهلي على تيشيرت النادي الاهلي الحالي يعني. كهربا خلال الساعات القليله القادمه هيعمل اعلان لاحد الشركات، تعرفين طبعا النادي الاهلي وحل الازمه، كنا قلنا ان هيديله جزء من العادي بتاعه وبعض رجال الاعمال هيساهموا الى جانب هيعمل اعلانات علشان تغطي الغرامه اللي على كهربا. نتمنى ان القصه تخلص باذن رب العالمين. اللي هيعمل له الاعلان عكس ما كان روج الاسطوره اللي كان عايز يضرب كرسي في الكلوب قبل مباراه النادي الاهلي والزمالك، كان بيقول لك انه في ناس وكهرباء ومجلس الاداره بيفكر يبيع كهرباء وانه فلان وفلان دفعوا وبتاع، محمد ضماطي هو اللي هيعمل له الاعلان يعني، عضو مجلس محمد ضماطي. لو كان كهرباء عامل مشكله في النادي الاهلي
والنادي الاهلي فكر يبيعه واللاعب خد الفلوس وضرب عليها، عمر الضماطي ما كان هيخليه يكمل ولا يديله فلوس ويخليه يعمل الاعلان بالسلامه يا حبيبي بالسلامه يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم خلال الايام القليله المقبله الاعلان سيظهر للنور خاص بكهرباء يعني. بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن عن موعد قرعه تصفيات كاس العالم 2026، كاس العالم القادمه اللي هتكون في امريكا يعني. وقلنا النظام الجديد عدد المنتخبات زادت 10 منتخبات في القاره الافريقيه هيكونوا متواجدين في كاس العالم، وان شاء الله مصر على راس مجموعه باذن الله، واللي هيبقى الاول هيتاهل على طول، مش هنخش في حزب البرما وانت اول مجموعه تلعب ثاني مجموعه مش عارف ولا اول مجموعه الثانيه وهكذا يعني. زي ما حصل 2018 وقدرنا نصعد يعني، لكن لما عملوها النسخه الماضيه من كاس العالم للاسف بعد ما طلعنا اول مجموعه لعبنا السنغال ثاني كان على راس مجموعه وحوارات، لكن كمان كان عدد الفرق اللي بتشارك في افريقيا كان قليل، النهارده تقريبا زاد الضعف يعني عدد المنتخبات اللي بتشارك في كاس العالم، فلو ما رحناش كاس العالم بقى تبقى كارثه يعني. لازم اقول لحضراتكم القرعه اللي خاصه بتصفيات كاس العالم هتكون يوم 13 من الشهر الجاري الساعه 4 في كوتيفوار، كوتيفوار اللي هي هتنظم بطوله امم افريقيا النسخه المقبله في شهر يناير المقبل. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.